سيدة السادة الكبار. سيدة الرئيسة اسمحت لي عندي مداخلة في الدعوة الطويلة قبل تطرق يعني للطاقة التقنية. سيدة الرئيس فيما يتعلق ب العروض المقدمة من طرف مجموعة من الشباب الوكالة التنمية الفلاحية في إطار طلبات العروض ديال 5000 هكسار، كما تعرف السيد الرئيس يعني هو مشروع ملكي ونحن كنا نراهنوا عليه على أساس أن تعود مشاركة واستفادة كبيرة للشباب الجهة، وهذا الشيء اللي نحن كنا نحرصوا عليه لنتفاجئوا حال الجميع لرفض مجموعة من طلبات الشباب المنطقة. سيد الرئيس كيف تعرف نحن كانت عندنا تدخل في إطار طلبات العروض اللي كانت دارت وكالة تنمية الأحياء المائية، وكان تدخل من طرف الجهة واللي من خلاله استفاد أزيد من 500 شاب وشابة، واللي نحن يعني نفرح بهذه النتيجة. لذلك يعني شنو تدخل الجهة في هذا الإطار باش كانت تستفاد شباب من الجهة من هذه طلبات العروض، وخاصة عن إحنا راهنوا على أن الشباب لي يندمج ويتمكن من الولوج للمجال الفلاحي في هذا الإطار. شكرا سيدي.